السلام عليكم، شحويكم، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله تكونوا في صحه وفي خير ونعم الناس الكل. كما العاده الله لا يقتلنا عاده ديما معكم بمات فيديو في نهار عادي معكم كان صباح تشري العشيه. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو بتاع اليوم يعجبكم. نشوفوا دبارتنا اليوم شنو، خليكم معايا في نهاري. نبداو بسم الله وعلى بركه الله، وما ننساوش اهم حاجه نصليو على سيدنا الف وليزي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هاي نبداو بسم الله. ودبارة الفطور نتاع اليوم من عند سيدي خويا كيما العادة، وين يصطاد هاك الحويتات يدور على الخياتو ويعمل ليك السوايط، يقول لي يا هبتك اش قالي خذ بايك، كل واحدة يعطيها بايها. ان شاء الله يا ربي يحفظ وربي يرزقه من بابه الواسع يا ربي العالمين، قديش كريم قديش حنين، ربي يحفظه ويخليونا يا ربي العالمين، ويخلي لكم نتوما زادة وخياتكم هكا، ويبداو ديما فرحانين مع بعضكم، وربي يهنيكم الناس الكل. شوفوا محليهم كل حبيتات، مشيت نظفتهم، مشيت قسمتك الجويد تقولوا للشرب، احنا ديما نعملوا كيكه، احنا نحطهم في شكايره وحدهم كل خشين، نقول فما المشوي نشوي. اليوم باش نعمل كسكسي الحقيقه فريش كيكه، يجي كان كسكسي بصراحه هكا، ولا باش نعملوا كسكسي صفاقسي احنا نقولوا له بنين وفيوح احسن للدنيا. واللي ما شافتش الطريقه تو نعطيه لها كفيسع فيسع جيها تشره، وذيك يجي مرقه، نقولوا احنا مرقه بالحوت، جي مرقة شرة خاطر هو يقصوه بالمقص. حبيت نوريهولكم معناها الجوانح نتاعو، حسيلو مشيت هرست روايس ثوم حطيته في المهريس، ومغيرفة كمون ومغيرفة ملح مغيرفة متاع قهوة معناها، حطيتك الفلفل في الزيت البارد، حشيتهم هكايا بك الثوم والكمون هكا، طابوا في عقلهم باش ما يتحرقليش الزيت، يغزر زيت أخضر ومزيان مش مع لونه غامق، طيبو ديما على نار هادية وحطو في الزيت البارد. المهم كمل توا خرجك الجرينيت الفلفل، رميت روايس البصل، وتو باش نلحقك الثوم الكمون في الزيت. معروفة هي الحقيقة الوصفة، عملتها معاكم هنا ديما نقول للجد، وهذيك هي دبارتي نتاع اليوم. أما اليوم أكيد باش نودكم بحويجة حلوة ياسر مزيان. كملوا هالساعة الكسكسي ونحضروا فيسع فيسع هاكا، دوبا ما يذبل البصل نلحقك الثوم الكمون، حطوا في الزيت، حطوا في الزيت دوبليش بالطبيعة المهريسة كما سمسوه بطريف ما يسخون، ونصبوها عليه باش ما يتحرقش في الزيت ماله، وديما النار ردوا بالكم طيبوش على نار قويه، نار متوسطه، وتبدا هكا سله سله محليها تجيك فيه وحو بنينه. هي تو عباره على صلصه احنا نعملو فيه، اما بالفن والدن نعملوهاش هكاك برا هكا. مصمصت المهريس حطيته غاديك في الواحد، خليه تو نغطي عليها شويه باش البصل يفيح لي، ومن بعد تو نحطو طماطم معجونه. ديما اني بالنسبه لرطل الكسكسي نحط كيكا نقولوا زوز مغارف كبار مليانين طماطم معجونه، وبزيد عاد نحط له فلفل احمر. ها المره هذه نحبو محرحه، تبدا حوت فريش كي بدا كصلصه نقولوا حاره يجيك اشره، والفلفل اكحل هكا هي لفيح نتاعو، ما نحطش حاجه اخرى. اما نطيبوا المرقه وحدها والكسكسي وحده يتفور في قدره والكسكيس وحده. وكيف يبدا كسكسي بالخضره ومعها الحوت نطيبو مع بعضو. هذه حكت الطماطم اللي قلتو لي شنو تستعمل الطماطم، نستعمل لوبتي باري، مانيش نعمل لها في اشار لبنات، اما راهو ديك السنين الله نستعمل فيها نعمل لها في اشار بلوشي ما يسالش الحوايج الباهيه نقولوها الحقيقه تعجبني واني ماشي معايا توا سنين الله. حطيت الفلفل الاحمر توا شنو باش نعملها، باش توقف عليها صلصه هذه ما تبعدش عليها برشا، معناها باش تقعد تقلي فيها بالماء سخون وكهو، من بعد نرميو الحوت. نقول لكم وقتاش الحوت راهو يميز كان تخليه برشا، رد بالكم عنده فازة خايبة انه كي يقعد برشا في الصوص يسيب الماء نتاعو تولي وقت مرقتك خايبة. راهو الحوت ما عندوش روح، في ساعة ما يطيب دريجين هكا بالمونجيلا، وقت اللي يقر زيتها الصوص نتاعك وقتها ارميه اكهو. اما اني شعملت له الحوت، عملت له ثوم وكمون وفلفل اكحل وفلفل احمر، وفوحته مليح مليح معناه. ديما رد بالك من الملح، ماله يلزم الحوت مفوح مريقل، ديما اعمل حسابك تويني خاطر نعرف هكا بالعين جيني بقدرة ربي قد قد. هكا الصلصة نتاعي قر زيتها، توا رميك الكعبات الحوت هكيكا ثلاثة دراجة هكيكا على نار هادية، ما تكثرش ولا يميس كيما قلت لكم. هاي حسيلو باش نمشي نسقي الكسكسي بتاعي ونحضرو، وحضرو كل كراسة وستيلو باش نقيدو الرسات. هي معروفة وصفة هي تركية مزيانة برشا، تحلية عملوها برشا زيدة، اميني حبيت نجربها البنات لأول مرة زيدة على قناتي، معني حبيت نجربها كيفكم هكا. ساعات كي تعجبني حويجة نقول خليني نشوفها كيف نية جيني باهية ولا اللي جاتني تشرة، ونودكم بها زيدة انتم معلش ليه. المهم تو نشوفوها مع بعضنا، تحلية للمساء مع قهوة مع كويستي تعمل عليها جو محليها محليها.
حسيلو هذه هي بارتي، عملت شوربه باش ما نكثرش عليكم عليها ولا نطول عليكم الفيديو. خدت الشوربه عملتها برشا مرات لليل بتبيعها، نحيتك الحويتات الجويدين عملت بيهم شوربه وكهو موري مريق للفطور كسكسي، وفي الليل شوربه باش نعمل كابتن بريك كهو يا فضل فضل. والكسكسي هذا راهو يجيب ليش خضرة الطريقة هذه معناه بنين وفي الحمد لله يا ربي. كما قلت لك بساعات تسألوني شيد بارتك يا صندس، نقول لهم نقعد نستنى في القصة كل واحد وقسمه. أي هذه الرسيتة الحلوة اللي باش نعملوها، 100 غرام زبدة، حط ذوبها يا لله فوق النار قبل ما تحط الفارينة. بالنسبة للفارينة باش نحطوا 120 غرام فارينة، إذا بيكم ماكا تلتزموا بالمقادير بقدرة ربي نكتبها لكم في صندوق الوصف. توا اني قاعدة نذوب في الزبدة، يلزمها تذوب تذوب، وبعد نصب الفارينة به نخلطها مليح مليح، تهبل الكريمة على محليها بصراحة. ونبدأ توا نصب في الحليب بشوية بشوية، تستحق الوصفة هذه قدرة كاملة. صب 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 لين تعقد شوية، وقت لي تعقد نقولكم عاد شو نزيدولها. أما حاجة بركة ما تصبش فردا مرة، كيما صوص بشاميل تبدا تصب شويه وتخلط، وحاول ان التحريك ما توقفش التحريك باش ما تكعبرلكش، لازم تكون كريمه رطبه مزيانه. عاد انا قعدت نخلط فيها لين كملت لبيكو. هي تتعصد كيما العصيده، تولي هكا تلم رويحتها وانت صب لها هيك، اعمل عليها جو عاد ما تبلفطهاش. باهي باهي، هذه خاصه للصغيرات اللي ما يشربوش الحليب، هذه نصيحة والله صدقوني. برشا صغيرات تقول لي معليها لميتي كلموني وكل يقولوا لي ولدي ما يتاكلش الياغورت ما يشربوش الحليب، هذه وصفة يشيخوا عليها ويحبوها زيدا بنا ومنفع على حقيقة الويه تشرح عجبتني بصراحة. المهم قد توا نكمل الحليب الكل نصبه يتراكم لا، ومن بعد نحطوا البنات 80 غرام سكر 80 غرام، ونحطوا يسا شيء سكر فانيليا يتحب مغرفه سائله معناها مغرفه متاع قهوه صغيره. بالنسبه للسكر فانيليا حطيتها بنكهه الزهر، والله جات فيوحه زدت فوحتها اكاها. نكملها توا ومن بعد نحطوها في قالب، قالب يبدا مربوع هكا مزيان. هنا كملتك الليتر الحليب وحسيله، وهي تثقال وني نزيدها، هي تثقال وني نزيدها لين كملتها توا لهنا. توا صب لها السكر معها كما قلت لكم حتى مغرفة سائلة، معناها كان ما عندكش سكر فانيليا الاخر هكا هو. خلطها كيكة حتى دريج هكا معها وسكر عليها، وهذه حاضرة بتبيعها بعد ما نصبه كالطنجرة الحسنة. بنينة بنينة بنينة، شفتوا قديش اني تعجبني الحويجة نبدأ فرحانة بها. حسيلو كملناها، مديت تبيق متاعي وخليوها تبرد، ونحضروا لها الصوص نتاعها كل كراميل محليها سهله وبسيطه زيدا، زينوا بها من الفوق. شفتوا كيفاش قوامها هكا هو، تو كي تبرد زيت تيبس شويه تولي فرد قالب. هي من المستحسن تكون قالب هكا، انا يبدا مربوع ومزيان هكا باش تعطي شكل حلو. توا ذي نخليها تبرد حتى في الفريجيدير، خليها ساعة البرا هونية بعد حطها في الفريجيدير. باهي باش نحضر توا صوص نشي هذيا باش نحطها مع الكراميل، حطيت مغرفة كبيرة هكا، مغرفة كبيرة من شي مليانة كل مغرفة. توا باش نبدا نصب لها في الماء ونخلط حكار كاس ماء، دي مقياس الكاس 220 مللتر هكا. ملو الحركة مليح شوية شوية ومن بعد صب الكل. هذه باش نستحلقولها كما قلت لكم للسكر تاو باش نعملوه كل كراميل. نكاو سهله وماهيش صعيبه، هاني صبيتو تاو الكل. تاو نمشي نحضر المقله نتاعي باش نذوب السكر، قيس بالضبط 100 غرام سكر باش نحط نذوبها على المقله لين يولي لونها هكا كل لون الكراميل. ما تحرقوش يا عادة البنة الكل في هذه، راهي الكريمة حاجة وهذه حاجة، ما تقولوش فيها برشا مكونات، اما والله لا بنينة ومزيانة تلحست بكلها. راهو توا اني قاعدة نذوب في السكر، شوف شنحطولو توا السكر بالضبط
مية المليلتر ماء باش تحلك السكر هذاك معك. قيس بالقياسة مية المليلتر وتبعد روحك عاد خطرو يعمل هك الطشة هذيك مخيبها ترد بالك يلا اللي هو يولي لك فرط قالب ومن بعد يتحلك راهو تخافش. أخد خلته هكيك دريج شوية بعد صبك الصوص متاع نشي تولي لك كريمة صبها غاديكا. شفتوا مسهلها مش صعيبة. نجم هذية كان سيحة معناها في شهر سيدي رمضان نعملوها في السهرية في قوي هكا في صحافي صغار. صبك الكريمة اللي عملناها من اللول في صحيفيات وكل صحيفة من بعد نصبوا لها الصوص هذية. اش رايكم هكا كعبة زوزة في الوسط؟ آه يا خراشي عالبنا منظرها يبدا مزيان ومتحفن هكا حسب رايي معناه. أماني على الحقيقة عملتها كما عملوها هما بالضبط. قلت خليني نعملها كيكة تو نتفنوا فيها في شهر سيدي رمضان تو نتفنوا. آه إن شاء الله إن شاء الله ربي يجيبونا على خير وسلامة يا ربي ويهنينا في دويريتنا ويسترنا ويحفظنا يا رب العالمين. شفتوا كيش ولات كريمة محليها؟ هاي هي سخونة هكيك نخرجوا ليلة العين من الفريجيدير بعد ما بردت ولات فرد قالب تسويها عاد وتزينها مدمها هي سخونة خاطر تبرد زاد هذيك تولي يبسة بهي عني حضرة الشه الشه يعطيك الصحة وبنينة حتى هيك وحدها بنينة حسيلو كيف فكرة حبيت نعطيها لكم هكا سريعة للعشوية. خرجت الشاشة هذيك من الفريجيدير صبها هذيك تو فوقها وبدا استوي فيها بالمغرفة استويها باش تجيك مردوعة ومزيانة. علاش واحد ما يحطش فيه كيا من فوق ولا زينة أخرى؟ تنجم تتفنن كيما تحب الحويجة حويجتك وانتي دبر راسك. كل ما هي حاجة مفيدة لصغيراتك وليك انتي ولرويجلك ولدارك اعملها مش باش تضر تعرف فيك ياك ولا تري فلوس من فوق حسب رأيي معناه. أميني قد نطبق فيها بالضبط كيما قلت لكم في شهر سيدي رمضان تو نشيخو بها مرويحنا في الفازيت هذوم لي ان شاء الله ان شاء الله. توا هذيا للا نطرحها هكا بالسيسة عاد من هالكوش الكريمة اللوطانية تبدا هكا بالسيسة والسيوسة وانتي بالرنة تزين فيها وترجعها للفريجيدير. آه لازمك الرجعة الثانية راه وانتي شنو في جرتك خل ترجع في الفريجيدير وتبرد بعد قصها باهي باهي. ونحضروا عادك القيدك الكويستي المنعنع بالنعناع باش نقعد نمشي نرتاح. اما قبل ما نقعد ونرتاح شنو نعمل؟ يلزمناش هكاك يعني احنا بدينا عاد في صليعة. خليت لهم الدويرة دبروا ريوسهم وخيتك دخلت نغسل فك الماعون رتبتو كل شيء رجعتو لبلايستو ونشفتو مسحت لك ويجنا وحضرت القيدة متاعي. هاكا هو هيك هو نهاري الحقيقة لا دخل لا خرجة. كي نخرج نهزكم معايا بقدرة ربي نعرفكم تحبوا فيديوهات الخرجة. اما يعني شنو نعمل لكم كي جيتوا اللي تتبعوا فيها شد الدارة الله غالب Thank you.
شاء الله عجبتكم الوصفة، جربوها على شلي، وهي وصفة معروفة وياسر بنينة، على شلي اللي أول مرة يشوفها يتعلمها ويطيبها، وإن شاء الله يتاكلها بالصحة وهنا يا ربي. كاو حطينا المعلم تو، حطينا الطبايق، حطينا الكويستي تري في بخور، أكاو نمشي نرتاح نعمل مونتاج للفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيه. إن شاء الله تعجبكم التصوير البنيت، إن شاء الله يا ربي. وهذيك هو حد الجايد، هذيك هو زيد نهاري نعديه معاكم، منسيني في حياتي، عايشين معايا نهاري كله محليكم، نحبكم برشا بالحق من كل قلبي. بارك الله فيكم، ديما تشجعوا فيا بتعليقاتكم الحلوة، بارك الله فيكم من كل قلبي نقولها. باش نصور زيدا ما مينوش ومانوشكا، الطلب لك الصغيرات يحبوا يشوفوه عشان نصورهم لكم كل عادة. زيدا ديما نطلب منكم هكا الطلب الصغيرون، تعملوا لي لايك للفيديو، وكان انتي اول مرة كتدخل قناتي وتزورها وان شاء الله يا ربي تعجبك، مرحبا تعمل لي اشتراك فيها علاش لا، ان شاء الله يا ربي الطموح مازال، مازلت نطمح لبرشا حاجات باش نوصلها في قناتي. قناتي هي قناتكم ونجاحي ونجاحكم، هكا ولا تذكروا كل ايامات نستناو في الدرع، نستناو في الميت الف ايامات تجري. ان شاء الله يا ربي ديما نحب نفرح بقناتي اكثر واكثر، وان شاء الله ربي يفرحنا الناس الكل يا رب العالمين. ربي يحفظ لكم وليداتكم، تشوفون في اعلى المراتب بالحق، هذيك نعمه تهي لكم ربي، استحفظوا عليها، ردوا بالنا على ولادنا، ديما الدعوة وراهم، إن شاء الله يا ربي يرزقهم الوقت الطيب، ويا ربي ينجحهم في حياتهم هكا يا رب العالمين. حسي لو يزينا في البركة هكا هو، عاد نخليكم توا عاد تشوفوا هكا شو مش تعملوا، شو مش طيبوا للعشاء، شو مش طيبوا للفطور. ربي معاكم، ربي يقويكم إن شاء الله، ديما في فورمة ديما عاملين جو، توكلوا على ربي وسميوا بسم الله وصليوا على سيدنا ألف ولا يزيد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. نخليكم توا البنات، نقولكم إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم أسعد، سلامة، باي باي.